طمني، حصل ايه مع زهير؟ ربنا يستر. قول لي يا سليم. زهير قال مفيش حد خلقه ربنا يقدر ياخد مني ترخيص السكر والرز ولا السلطان بذات نفسه. هيعمل ايه يعني؟ ما اعرفش بقى، يعمل اللي يعمله. وانت هتعمل ايه؟ انا مش هديله الترخيص. حلو حلو قوي. هو فين دلوقتي؟ يمكن راح لصاحبك. زهير مش هيروح لجهد. وانا بقول لك هيروح. سليم بيك جات باشا عاوزك. حاضر. هذا الحقير زهير بتجيبوه وبتعرفوا قيمته. خير جات باشا. تاخد معك دورية من الدفتر دار ودورية من الصوباشية ودورية من العدلية. بتروحوا بتقلبوا خانات وفواني تحتاني. بتعملوا زبوطة وبتدفعوه القديم والجديد. أمرك. بس العفو يعني أعرف هو عمل إيه. عمل اللي عمل لك عليه وبس. ترموه بالسجن، ما بيطلع منه لحتى يطلع الحشيش على بدنه. مفهوم؟ مفهوم. روح شوف شغلك. حقير.